اخترت الكوسه الصحي، عايزين نص كيلو كوسه، 2 بيض، نص كوب حليب عايزين تستعملوه خلي الدسم تمام، 3 ارباع كوب دقيق اسمر، 1 كوب جبنه قريش، نص كوب عين جمل. ما عنديش صينيه علشان احط فيها الحاجات دي، يا رب تجيبوا لي صينيه حبايبي، صينيه، ربع كوب بقدونس، والتلات معالق كبيره زيت زيتون، معلقه صغيره بابريكا مدخنه، وملح وفلفل. اول حاجه هنعملها عندنا هنا البيض، بيضتين، هنحط معاهم زيت الزيتون، شويه ملح وشويه فلفل، وشويه بابريكا. طيب هناخد الكلام ده كله كده ونقلبه مع بعضه. هناخد البقدونس، وعندنا 3 ارباع كوباية من الدقيق الأسمر، هناخد بقى دلوقتي الكوسة بتاعتنا، هناخد دلوقتي الكوسة بتاعتنا اللي احنا قطعناها شرايح، وهنحطها مع الخليط بتاعنا ده اهي كده، كلها لازم تتغلف كويس بالخليط اللي عندنا كده، شايفين اهي كده، شايفين اهي كل ده يا جماعة، يعني هو شكله كده بس لما يدخل بقى الفرن هيتماسك كله وهتشوفوا هيبقى شكله عامل ازاي. هناخد دلوقتي الصينية بتاعتنا، عايزين نحط بقى عين الجمل، بناخد شوية من عين الجمل بنحطه، بيدي طعم حلو جدا، وناخد الصينية بتاعتنا ونحطها هنا، الحليب، مفيش اي ترتيب ان احنا نحط اي حاجة مع التانية، اي حاجة ملهاش ترتيب، المهم عندنا نحط كل المكونات بتاعتنا. انا كنت فاكرة ان الدقيق كتير، لا هو الدقيق كده تمام. هناخد بقى دلوقتي الصينية بتاعتنا، وهنحط الخليط بتاع الكوسة بتاعتنا ده كله كده فيها، ونفرده ونضغطه كمان علشان خاطر يطلع لنا قالب، احنا عايزينه يطلع قالب. الجبنه بتقدروا تحطوها في الاول وتدخل الفرن، او بتحطوها بعد ما بتطلع، ده يا جماعه بيدخل الفرن على درجه حراره 180 بيقعد تقريبا 25 نص ساعة، يعني حسب درجة الحرارة عندكم، احنا الصراحة هو مفروض يقعد من 25 ل 30 دقيقة، بس هو قعد معانا 35 دقيقة تقريبا على ما استوى، فانتوا المهم عندكم ان الكوسة تستوي، زي ما قلنا الجبنة يا بتحطوها من الأول، اضغطوه بس كده شوية، يا بتحطوها الجبنة من الأول، يا بتحطوها في الآخر تبقى فريش أكتر، يعني تبقى طعمها مش مخبوز، فزي ما انتوا عايزين تمام. يبقى زي ما اتفقنا على الفرن على درجة حرارة 180 تقريبا نص ساعة، وكل ما بتقطعوا الكوسة أرفع كل ما الوقت بيكون أقل اللي بتاخده على النار. احنا هنا ما حطيناش جبنة، خلينا نحطها دلوقتي كده، يبقى طعمها فريش ولذيذ.